بالصدق
وإن البر يهدي إلى الجنة. انظروا السبب، سبب موصل إلى الجنة. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتب علينا وعافنا واعف عنا واهدنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم اختم لنا بالحسنى وتوفنا على الهدى واحفظنا من طريق الردى وأدخلنا الجنة مع الأولين واكتبنا في عبادك الصادقين. اللهم زيدنا بالصدق باطنا وظاهرا، اللهم ارمي الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم آمنين غانمين سالمين مؤيدين منتصرين محفوظين يا رب العالمين. اللهم أنجح مسعانا لخدمة دينك، اللهم أنجح مسعانا لخدمة الناس يا رب العالمين. اللهم ربنا إلهنا اهد من ضل من أهالينا، وأنبت أولادنا نباتا حسنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحم الموتى المسلمين، اللهم ارحم الموتى المسلمين، اللهم ارحم الموتى المسلمين، واشف المرضى المسلمين، وفك